شفنا يسوع طالع على جيروزالم وعارف انه الانميز بدهم يقتلوه، وشفنا محبة يسوع على الكروس لكل الناس حتى للانميز. صدقوني اخوتي، نحن نتميز بالعالم كله سوا بالحب. انا بقول لو المسيح يعلمنا الحب وكيف نحمل غلط غيرنا، ما رح كنا عن جد نكون مسيحيين بكل معنى كلمة ونغير العالم. الشغلة الوحيدة يلي بتقدر تغير وتحل أكبر مشكلة هي الحب. الشغلة الوحيدة يلي بتخليك تقبل سافرينج الألم هو الحب، واللي بتخليك تقبل الموت وما تخاف من الموت هو الحب. الشغلة الوحيدة يلي بتحل المشكلة بقلب عائلتك، بينك وبين إخواتك، بينك وبين مرتك، بينك وبين أولادك هو الحب. يسوع طالع على جيروزالم تيدلنا على الحب ويقلنا ما تنبشوا على ساين ولا على ميركو، لأن الساين اللي لازم تاخدوها هي ساين أوف ذا كروس، ساين أوف لاف. كتير مهم نعرف نفهم وقت اللي نحن حاملين هيدا الحب، نحن من هيدا الحب عم نحب كل الناس. بمعنى يسوع عم بحب من قلبكم كل الناس. وقت اللي بتقبل تحب كل الناس نيالك اعراف بنعمة منه، بنعمة منه. وقت اللي انت بتسامح ما بتبادل شر بشر، اعراف اذا كنت انت عم تعمل يلي عمله يسوع، اعراف بنعمة منه ان يسوع من خلال قلبك عم بحب. ومش معقول هيدا القلب يلي يسوع حب فيه وهيدا القلب يلي صار سما ليسوع، هيدا القلب يموت ما بيموت.